اختتمت فعاليات الدور الدولي وكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو منطقة أوقيانوسيا والتي احتضنتها مدينة سيدني الأسترالية أيام 26 27 و28 يونيو 2019 بفوز البطلة المغربية أميمة البوشتي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 53 كيلوغرام والبطل عمر الكحل بالميدالية النحاسية في وزن أقل من 58 كيلوغرام. باقي العناصر الوطنية أشرف محبوبي في وزن أقل من 80 كيلوغرام وصفية صالح في وزن أقل من 62 كيلوغرام وسكينة الصاحب في وزن أقل من 49 كيلوغرام. أبانت على مستوى تقني جيد بالرغم من صعوبة الأبطال التي واجهوها والتي تحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي. كما تميزت هذه البطولة بمستوى تقني جيد ومفاجآت على مستوى النتائج النهائية، وتعتبر هذه المحطة من أهم المحطات الاستعدادية للألعاب الأفريقية التي ستحتضنها المملكة المغربية خلال شهر غشت المقبل، مرورا بالألعاب الجامعية التي ستحتضنها مدينة نابولي خلال شهر يوليوز المقبل. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.